ناريل بدي تتفوق على جيجي حديد، شاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الثنائي الجميل غاز مروان وسارة الورع اللي قاموا بنشر مجموعة من الستوريات. كشف اليوتيوبر غاز مروان انه هو راح يسافر قريبا الى امريكا مع الشلة من بينهم اسامة مروة زياد وسارة ملص. كمان غاز مروان صرح انه هو بعد 3 ايام راح يسافر الى مصر. سألوني اسئلة شبابية يعني شوي بس. سارة عم يسألوكي من وين فستانك؟ عليه كثير وما عرفت من وين. اللي لابسته؟ مش هذا الثاني الاحمر. اللي رحنا فيه سامبا سوشي. اللي رحنا فيه سامبا هذول الزهر الصرصور من أناس. شو كتبتي حتى طلع؟ سمان طلع لكم. لا اكيد مش ححطه عندي كمان يعني. يعني هم طلبوا سألوا. شو رايك تروحي عند ساره؟ من وحده اسمها رؤى الموال. ورجيني خليني اصور لها. انت قصدك على هذا اعتقد صح؟ هذا هو الفستان. اوكي هاي رؤى الموالي. شو شعرفها؟ انه سارة من وين فستانها؟ ايوه هي سألت. المهم هذا هو الفستان. هذا طيب من وين؟ هذا من موقع تركي. شو اسمه؟ قديم كتير ما بتذكر. طب ليه معصبة؟ لا زعلت انه ما بتذكر. مقلبك والله. المهم هذا هو. نمر الى الجميلتين لانا ولينا محمد اللي تفاعلوا بمجموعه من الستوريات. صرحت لنا انه هي ضاعت في المول وخلها انقذها. ايضا يذكر انه لانا ولينا راجعين لدبي بكره. كثير وانا مضيع العله ماشي لحالي هيك ما بعرف ولا حدا وين بس كانه سامع صوت خالي. ايضا فراشة اليوتيوب نارين بيوتي تفاعلت بمجموعة من الستوريات. صرحت انه هي عم تصور اعلان والاعلان راح يكون على شكل عرض ازياء. وصرحت نارين انه هي تفوقت على جيجي حديد. اترككم على اللقطة. تصوير الاعلان شو فيديو شو موديلينج جيجي حديد ممكن يعني شو تعتزل. اوكي صريحة على البيت ورح اختفي عنكم لمدة ساعة لبين ما ارجع. بدي تروحوا على الانستغرام على اخر صورة نشرت لكم صور USA وتكتبوا بالكومنتات انه جينا من السناب جينا من السناب.